بنعرض عليكم اليوم مشروع صقر الإمارات اللي هي عبارة عن طائرة درون تتعامل مع القنابل الإرهابية والأجسام المشتبه بها. طبعاً طائرة أبطال القنابل عبارة عن طائرة تم تزويتها بثلاث مدافع مائية زائد جهاز ميكروفون وزائد كاميرا عالية التقنية تستخدم كعين لخبير المفجرات في التعامل مع الأجسام المشتبه بها. الهدف من وضع المدافع هاي كان حماية أرواح الخبراء والعاملين في مجال المفجرات في التعامل مع الأجسام الخطرة هاي. ثانياً تقليل الكثير من الوقت والجهد في التعامل مع الأجسام المشتبه بها أو القنابل الإرهابية، زائد قلنا لكم أن تكون كعين لخبير المفجرات للاستكشاف أو الاستطلاع ويعرف شو اللي عنده في الموقع قبل لا ينتقل إلى داخل منطقة الخطر. مثل ما تشوفون قلنا لكم عندنا ثلاث مدافع، المدفع الكبير زائد مدفعين صغار. المدفع الكبير هذا يقوم بفصل مكونات القنبلة الإرهابية. نحن ما نفجر القنبلة، لأن إذا فجرنا القنبلة معناته أنه وصلنا الإرهابي لهدفه، فنحن نقوم بفصل مكونات القنبلة الإرهابية عشان نقدر نوقف المنظمات الإرهابية هاي أنها توصل لهدفها. زائد المدافع الصغار هاي تستخدم المدافع في حال إذا كانت القنبلة أو الجسم الإرهابي هذا خلف حاجز او داخل مبنى او داخل سياره، نستخدم المدافع هاي عشان تسوي لنا نوع من اكسس للدخول الى الموقع هذا. اذا استخدمنا الروبوت، الروبوت يمكن يعيق الحاجز او الباب او الزجاج هذا، فنقدر نحن نكسر الزجاج او نكسر الباب هذا عن طريق المدافع هاي، بعدين نسوي مثل اكسس للروبوت هذا عشان يدخل ويتعامل معه. ومثل ما قلنا لكم عندنا كاميرا عاليه التقنيه هاي تستخدم للاستطلاع، مثلا اذا حس الخبير ان المنطقه هاي خطره عليه ان يتواجد فيها، فيقوم باستخدام الكاميرا هاي ويعرف شو اللي موجود عنده قبل لا يضع خطه للتعامل مع الجسم هذا. زائد مثل ما قلنا لكم عندنا مثل قاعده لارسال جهاز التتره، في حال اذا عندنا من جماعات حابه تتفاوض مع الشرطه وعنده مطالب وعنده، فنحن بدال لا يروح شخص يوصل للمنطقه هاي نطرش الطياره هاي تنزل جهاز اللاسلكي ونتفاوض مع الجماعات.